افتتح بمدينة المكلا معرض تاريخ حضرموت العسكري الثاني الذي تنظمه مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة. ويحتوي المعرض على أقسام وأجنحة تشمل قرابة 150 صورة متنوعة، التعرف على أبرز الشخصيات والقيادات العسكرية والأمنية الحضرمية القديمة والحديثة كجيش البادية وجيش المكلا النظامي والشرطة القعيطية المسلحة والفرقة الموسيقية السلطانية، إلى جانب التعرف على مدرسة تحسين الوحدات الإدارية والشرطة القعيطية المدنية والنخبة الحضرمية، بالإضافة إلى صور خاصة باللواء صالح يسلم بن سميدع القائد العام للقوات المسلحة للدولة القعيطية الحضرمية. ما رأيناه من صور وتاريخ ووثائق موجودة في هذا المعرض أثلجت صدورنا، لأن لنا تاريخ عريق، واليوم نحن في هذا البلد في حضرموت الخير إن موجود لنا النخبة الحضرمية الذي هي امتداد لهذا الكيانات الذي مرت بها وعصورنا الذي مرت من سابق، واليوم تتوج بوجود النخبة الحضرمية. صراحة طلعنا بشكل عجالة على صور وأركان وزوايا هذا المعرض، لاحظنا كثير من القادة العسكريين الذين قدموا أرواحهم وقدموا تراث عسكري حضرمي يعني ناصع البياض. نحن إن شاء الله كمؤسسة عسكرية وأمنية نمشي على أخطاهم ويكونوا لنا قادة وسراج للعمل الأمني بشكل خاص والعمل العسكري في حضرموت. نشكر القائمين على هذا المؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا على هذا المعرض المتواضع في حجمه الكبير في معنوياته ومعناه. في الحقيقة يهدف هذا المعرض إلى التوثيق ومحاولة حفاظ على تاريخ حضرموت العسكري من الضياع والاندثار، كما يهدف هذا المعرض إلى الترويج لمتحف حضرموت العسكري الذي أعلن عن تشكيل لجنة التحضيرية مؤخرا.